هلا هو يعني هاي القضية إلى مسار ست شوي. نعم أكيد إنه اللواء إبراهيم بالآخر ابن دولة وابن مؤسسة، الرجل لم يقاتل لأجل هذا الأمر. أنا برأيي البلد بيخسر لما عباس إبراهيم بيخرج من موقع المسؤولية، بس بالأخير هو منضبط بالمحددات اللي بيرتبها القانون وبترتبها الوظيفة. هلأ ليش هيك صار بمسار هاي القضية بالثلاث شهور الماضيين؟ حقيقة هاي القضية مرقت بثلاث محطات. نعم. المحطة الأولى كان إمكانية تمريرها بإحدى جلسات مجلس النواب قبل أن يغادر الرئيس عون لمنصبه الرئاسي، وهذا الأمر لم يكتب له النجاح لأسباب ما بدنا نخوض فيها الآن. المحطة الثانية هي لما صار في نوع من إمكانية أن يمدد له بقانون بمجلس النواب، وهذا كان الأسلم والأكثر حسما لأي جدل أو لأي ثغرة. هيدا الأمر أيضا لم يحدث لأسباب إلى علاقة بواقع التشريع ما بعد خروج الرئيس عون من سدة الرئاسة، وإلى علاقة بتجاذبات سياسية غير منظورة، وببعض الوعود التي قد تكون أعطيت لأجل إنجاز هذا الأمر ولم تحدث. حقيقة السبب خروجنا من موضوع القانون يمكن لأنه يعني القوتين المسيحيتين الأساسيتين عندهم موقف مبدئي من التشريع بظل الشغور، ويمكن كمان في أسباب سياسية باطنة عقدت هذا الأمر ولم يتم تمريره بالبرلمان. جينا للمحطة الثالثة على أنه يمدد له بقرار من وزير الداخلية أو من رئيس الحكومة. على أساس بهاول 12 يوم صار في بحث عميق بإمكانية وجود نصوص قانونية تسمح لهذا الأمر أن يحدث. اجتمعوا خمس قضاة برئاسة الحكومة وكان وزير الداخلية واحد منهم، وأمين عام مجلس الوزراء انتقل بالأسبوع الماضي على الأمن العام وشاف الدائرة القانونية بالأمن العام. يبدو أنه المحصلة وصلت لنتيجة، عم نحكي نحن تقنيا هون مش سياسيا، بس متعلق أنا، وصلت لمحل أنه ما في مجال. هذا الأمر أبلغ رسميا أول امبارح للمعنيين. اللواء إبراهيم بشكل طبيعي بغادر منصبه آخر يوم دوام له يوم الخميس. صح. الرجل يملك ست جوال من الخزين الوطني ومن التاريخ ومن المآثر والقدرات وشبكة العلاقات الداخلية والخارجية ما يسمح له أن يتصدى لمسؤوليات عديدة خارج الإطار الرسمي للوظيفة. وبالمناسبة هو تلقى عروض من ثلاث أسابيع من الاتحاد الأوروبي للعمل معه ببروكسل. هو عم يدرس خياراته، بده يبعد شوي عن الأضواء والإعلام بمرحلة ما بعد الخروج، يعيد تقييم واقعه. انت عارفة انه هو بالداخل له وزنه طبعا، وبالخارج كمان، وبالخارج وله سيرورة علاقاته. نعم. بعد منا بياخذ قراره حول المسار اللي بده يقرر يمشي فيه بالنهاية. هلا نحن ببلد بلبنان، صح ولا غلط؟ صح. يعني اذا قرر السياسيين انه هن بدهم يمددوا له بيلاقوا الف فتوى قانونية، الف فتوى دستورية، بيروحوا للتمديد. يعني على غرار مثل ما عم نحكي كنا انه في حال تم الاتفاق على قائد الجيش بنلاقي له فتوى لتمديد، بتصير يعني بشطبة قلم. اليوم في أمور خارجة، ما بعرف إذا الأسباب الحقيقية لعدم التمديد للواء عباس إبراهيم بديها منك صراحة، لأنه بعرف أنك كان في لقاء جمعك مطول مع اللواء عباس إبراهيم. إيه أنا جامعة معلوماتي قبل الحلقة ومطول وقعدت معه يعني وحكيت ساعات. من لا يريد التمديد للواء عباس إبراهيم هنا وفي الخارج بكل صراحة قلنا إياها. هلأ حتى ما حدا يفهم قصة أنا الزلمي صديقي وبلتقي بشكل دايم واللقاء عادي ضمن مسار لقاءات يعني خارج الإطار الإعلامي. حقيقة ست جوال بتقولي لي إنه هل السياسي لعب الدور بعدم إنجاز الأمر؟ بقول لك إيه أكيد، إحنا مننا مختلفين
انه السياسة موجودة بخلفية كل تفصيل في لبنان، فما بالك بقضية بحجم ووزن قضية اللواء ابراهيم. اللواء ابراهيم يعني بمرحلة معينة لما طرح عليه من قبل معنيين من شي شهر ونص ان يتم تمرير الامر عبر مجلس الوزراء، ونتيجة للإشكالية الواقعة حول اجتماعات الحكومة هو رفض بأنف وبترفع سياسي عن أن يمرر الأمر بجلسة حكومية، لأنه هو ما بده يكون جزء من السجال الحاصل بين طرفين أساسيين حول قانونية الجلسات وشرعية ما يصدر عنها. هيدا دليل أنه هو لا يريد هذا الأمر ولا يقاتل في سبيله بأي ثمن. أما من هي القوى السياسية، أنا برأيي في تقاطعات كل لأسبابه صعبت الثلاث محطات اللي عديت لك إياها. في فرصة أتت قبل أن يغادر الرئيس عون بأيام ولم تتم عبر جلسة التشريع، وما كنا بعد بالتشكيك بموضوع التشريع. الرئيس بري يتحمل المسؤولية الأولى ولا لا؟ هلأ سيد جوال الرئيس بري بطلبته باللواء إبراهيم علاقة طيبة وبيتردد عليه وبيزوره. محاولة وضع الأمر يقينا عند الرئيس بري برأيي أنا غير دقيق، قد يكون في تقاطع لمجموعة مصالح، وبالخلفية أكيد هذه المصالح وصلت لمحل أنه ما حدا بده يتحمل مسؤولية هذا الأمر. السياسي هي السبب، يمكن السياسي والقانون مع بعضهم واحد سهل للتاني السبب، وكانت النتيجة بكل أسف بالشكل اللي هلأ اتظهرت فيه، ويبدو أنه الموضوع خلص صار ورانا وصرنا عم نحكي بمرحلة ما بعد اللواء. طيب بس هيك لنختم بموضوع اللواء عباس إبراهيم اللي عن جد الكل يجمع على دوره الوطني، على أنه هذا الرجل بخلال السنوات الماضية قد كلف بأهم الملفات وكان على قد وقدود يعني وعلاقاته برا. ماذا بعد هذه المهمة للواء عباس إبراهيم؟ هل سيكون خارج لبنان؟ أنا برأيي سيد جوال اللي صار مع اللواء إبراهيم، صحيح أنه نحن بنتمنى أنه المؤسسات تكون ناظمة لمسارات وظيفية لكل فرد ضمن ما ينص عليه القانون، لكن لأنه البلد بظرف استثنائي، ولأنه في حالة هريان بواقع الدولة وصورتها، ولأنه عم بتم استخدام القانون مثل ما قلتي قبل شوي أنت تبعا للضرورات، كنا منتمنى بهالمرحلة الحرجة أن يستفاد من إمكاناته داخليا وخارجيا. هلأ لم يتم الأمر، بالنسبة للرجل من نهاية العالم، وهو لم يطالب به أصلا بل غيرة المحبين هي اللي خلت هذا الأمر ينطرح. لكن بالمقابل ما بدنا ننسى أنه في للواء إبراهيم أعداء وخصوم بالداخل، حساد بالدرجة الأولى، وبيتأسف الواحد. طب من اني طبعا نحكي هيك عموميات، انت موجودة بالنطاق العام الإعلامي والسياسي كثر، يعني ما في داعي نعددهم، بس أنا بحدد لك أكثر إنه من يكيدونه ومن غاضين منه هني إما متضررين من الأدوار اللي لعبها واللي كان عم يقدر فيها يلعب دور الجسر بين الخصوم بالداخل وبالخارج، أو ناس بالوظيفة ما قدروا يكونوا بالوظيفة العامة بمستوى الإنجازات اللي عملها. وهون ما بدنا ننسى سيد جوال للأمانة إنه الأدوار اللي خاضها الاستثنائية على مدى أكثر من عقد وسنة بالأمن العام بالتحديد، جزء الأساسي مش نابع من صلاحياته على رأس العام الأمن العام بقدر ما هي مرتبطة بشخصه، بفن ربطه للعلاقات مع الناس، بانفتاحه، بلا طائفيته، بتربيته العسكرية الوطنية، وبجرأته بمخاطبة الخصم قبل أن يخاطب من يتفاهم معه. يعني مع الأسف عن جد أنه هيك يصير بموضوع التمجيد للواء عباس إبراهيم، وأنه أن يتم التخلي عن هذا الرجل اللي كان عنده محطات وطنية بانتزاع
انتظار أين سيكون اللواء عباس إبراهيم اللي بنوجه له كل تحية. ونحن معك كمان. طبعا رجل استثنائي بالآخر. بدي أنتقل إلى موضوع الحكومة. اليوم رئيس مئاتي يعقد هذه الجلسة اللي هي يمكن الرابعة، وفي أنه خلص وكأنه صرنا عادي أن تنعقد جلسات الحكومة أستاذ وسيم بظل غياب مكون أساسي، بظل شغور رئاسي. بدي تعليقك سريعا على الرغم من أهمية المواضيع اللي اليوم تم البت فيها بصراحة. أنا سبق وحكيت أنا وياك نعم. عن هذا الموضوع. خلص الموضوع أخذ منحى الآن خارج التصعيد اللي عشناه بمرحلة معينة. منطق الضرورات يبيح المحظورات عم يفرض حاله. إذا بتشوف البنود اليوم كلها أكثر ست جوال ذات طبيعة مالية عم صحيح. تتسير فيها صح. شؤون عامة. لكن هذا ما لا ينفي أن من دافع عن فكرة عدم انعقاد الحكومة له مبرراته وظروفه ومنطقه بالسياسة. لكن أهم شيء هلأ جوال أنه عم تتمشى أمور الناس التي تعاني، وأنه في حد أدنى من انتظام عمل مؤسسات عم بصير بظل ما يدعى أنه الضرورات الحاكمة لكل اجتماع. من يحمي الرئيس ناجي ميقات؟ هن الثنائي الشيعي كما يقول رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل. يعني امبارح نائب جرجعة الله معي مباشر بيقول انه الرئيس ميقاتي ما عم يعمل تشريع حكومي ضروري، رئيس ميقاتي عنده زند عم يستقوي بالثنائي الشيعي اللي هن حمي ليبين انه هو البطل. بدي مقاربتك. تعال نعد انا وياك انه مش بس ثنائي امل حزب الله. وليد جنبلاط مشارك بالحكومة ووزراء وموجودين. سعد الحريري بالباطن رغم انه غايب عن المسرح السياسي. سعد الحريري ايه هلا بثبت لك انا، لكن مساحته التمثيلية مغطي رئيس الحكومة بموقعه اللي عم بجسده هلا. حتى القوات اللبنانية إذا بتشوفي مقابلة الرئيس ميقاتي الأخيرة من أسبوع كان فيها كتير من الغزل بالقوات. لقلك أنا حتى القرارات اللي صدرت عن هاي الاجتماعات الأربعة لم تستفد منها قوى سياسية بعينها أو جهات طائفية بعينها. قراراتها كانت لعموم اللبنانيين وللشعب بالنهاية. أما بالتوصيف السياسي له حق التيار أو غير التيار من لا يقتنع بالمبررات اللي عم يحكوا فيها الطرف الآخر أنه يهاجم وأنه يجرب يحطها بإطار سياسي معين. هذا لا ينفي أن موقع الرئيس بري على رأس المؤسسة النيابية وعلى رأس حركة أمل بيعطي قوة للرئيس ميقاتي برغبته، وكذلك موقع حزب الله. هذه حقيقة لكن من مساحة أوسع وأشمل. طيب بتبرر له الرئيس ميقاتي؟ تعتبر انه مثل ما قلت الضرورات تبيح؟ انا انا بالشخصي انا بتمنى انه كان يتفاهم مع الوزير باسيل والتيار، لكن بانه هذا الامر لم يحصل ورحنا على تراشق وعلى اشتباك سياسي. انا من ضمن فهمي لمصلحة الناس وترتيب الاولويات حقيقة ببرره ست جوال، لانه انا بالنسبة لي في اولوية انه الناس تتأمن مصالحها بالحد الأدنى. وما بدنا ننسى هون ست جوال أنه رغم البيان القاسي للمطار الموارني، لكن علاقة الرئيس ميقاتي بالبطرك عم بتأمن له أيضا شكل من أشكال التمويه أو الغطاء غير المباشر اللي عم يقدر يستفيد منه. بمزدوجين الرئيس ميقاتي خلال الشهر القادم رح يعمل خطوة أو حركة معينة ذات طابع مسيحي رح يكون إلى وزن بالقراءة السياسية وبالرمزية السياسية. بس شو يعني غير زيارة بكركي أو شيء هيك؟ يعني شيء أكتر مثل زيارة بكركي بس أبعد فاتيكان مثلا. للفاتيكان بفتكر ايه في زيارة للفاتيكان. طيب بس قلت لي شيء انه البترك الراعي كأنه موافق على جلسات الحكومة من تحت الطاولة. لا. يعني اليوم البكركي شو كمان حتى نحددها هون احتراما لبكركي ودورة عم يقدر الرئيس ميقاتي بوصل ايجابي مع البترك انه يخفف من ردة فعل بكركي على الجلسات إلى درجة يمكن أن نعتبر هذه تمريري جانبية وليس التمريري مباشر.
يعني بس غريب ببين بالمطار الموارين كان عالي السقف. بلشت أنا إنه وانتبهي موازين القوى بقلب مجلس المطار تميل لصالح تأييد موقف الرئيس عون والوزير باسيل، وهي حقيقة مش إنه منا سر هيدي، وهيدا أمر مصدر قوي للتيار وللوزير باسيل.